وانا كنشكر قناه انفو اللي على التظاهره الرياضيه التي نظمتها جمعيه اشبال العرائش للالعاب والتي تعد اولى من نوعها بعد تاسيسها بشهر يناير المنصرم. بالنسبه للمشاركه عرفت مشاركه عده ابطال بارزين على الصعيد الوطني في مقدمتهم بطل حمزه الساهلي الفائز بطوله وطنيه مؤخرا بحلبه منطقة حسسنا بمدينة العرائش يوم 25 فبراير من سنة 2018. وكذلك عرف هذا الملتقى مشاركة بطل العالمي في العدو الريفي الجامعي العداء الجازولي. والحمد لله جاو العداء من جميع المناطق المغربية، على سبيل الذكر نادي الفتح الرياضي، الجيش الملكي، النادي القصري، أشبال العرائش، أشبال القصر الكبير، نادي شباب مريرت، الألعاب قوى، أولمبيك وزان، شباب العمرة، ألعاب قوى، وجميع المؤسسات التابعة، المؤسسة التعليمية الابتدائية والثانوية التابعة لإقليم العرائش. على مستوى يعني الصعوبات اللي واجهتكم في التنظيم؟ مستوى الصعوبات ديال التنظيم يعني الحمد لله مقارنة مع الملتقيات المنصرمة يعني كاين واحد النوع ديال التحسن، ما لقيناش صعوبات التنظيم يعني الحمد لله كل شيء تيسر. نعم، ولا عن الوضعية اللي كتعيشها ألعاب القوى وكيفاش يمكن نطورها في المستقبل؟ بالنسبة للوضعية ديال ألعاب القوى يعني عرفت واحد التراجع كبير جدا نظرا لانعدام الإمكانيات المادية والمعنوية وعدم توفر مدينة العرائش أندية لألعاب قوى، خصوصا نادي النصر اللي كنت كنشرف عليه مدة ديال 10 سنوات اللي كنحقق مجموعة من الألقاب على الصعيد الوطني، فاز بطولة المغرب 5 مرات في فئة الصغار، الفوز بطولة المغرب فئة الشابات بواسطة العداء فاطمة بن قدور مسافة 5000 متر 3000 متر، وكذلك العداء الياس فيفا اللي سبق له مارس التدريب ديالو كان منخرط في نادي النصر وحاليا كيلعب مع المنتخب الاسباني، وسبق له فاز بطوله اوروبا في 5000 متر في 2016. والحمد لله ان شاء الله حنا يلا عاد بدينا يعني نحاولوا نرجعوا ديك الهيبه اللي كانت عند العاب قوى مدينه العرائش. نعم، وكيبقى اهم عائق اللي كيعوق الممارسه هو غياب مضامير يعني وبنيه تحتيه. غياب اللي كيعوق العائق الاكبر اللي عندنا هو عدم توافر مدينه العرائش على حلبه في العاب قوى، كنضطروا نمارسوا التدريب ديالنا في الهواء الطلق والفضاءات ديال الغابه التابعه للمياه والغابات.